حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا به ربا وكفرنا بكل ما يعبد من دونه. شهدنا لربنا بالألوهية والربوبية شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وسرورا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجرني الله وإياكم من النار. أمة العقيدة، لا قيمة لهذا الإيمان الذي نسعى من خلاله إلى حياة قيمة في الدنيا وفلاح في الآخرة إذا لم يكن مرتبطا بالاستقامة، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا في محكم كتابه؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وإذا كانت الجوائز من جنس الأعمال التي يقوم بها الإنسان، فإن الاستقامة هي التي ستكسبك حياة طيبة في الدنيا وتجعلك تعيش مرتاحا، مرتاح النفس، مرتاح الضمير، وتجعلك يوم القيامة تعيش سعادة لا تستطيع أن تعرفها وأنت في الدنيا إلا من خلال ما وعدك به ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه. الذين يستجيبون لله سبحانه وتعالى، الذين يستقيمون على منهجه، الذين يعملون بأوامره طاعة ويجتنبون نواهيه خوفا، لأن ربي قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لأن الذين يستقيمون تتنزل عليهم الملائكة، أي في الدنيا الملائكة أدخل معك، يتنزل عليهم الملائكة ويبشرونك بنعم أن لا تخافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. من الذي يقول لك هذا الكلام؟ الله. وهل منا من يكره أن يكون وليه الله؟ شو اللي كيكره يكون وليه الله؟ ولاية الله لك محبسا، لأن ربي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تكون محبوب عند ربي سبحانه وتعالى. أما إذا لم تستقم على هذا المنهج الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى للبشرية، فمستحيل أن تعيش سعادة لا دنيا ولا آخرة. أما الدنيا فضرك، وأما آخرتك فعذاب، فاحذر الحذر وأنت تتشطب وأنا معك بلا إله إلا الله. ما قيمة لا إله إلا الله في حياتك؟ ما قيمة الله؟ ما قيمة لا إله إلا الله في بيتك؟ ما قيمة لا إله إلا الله في تجارتك؟ ما قيمة لا إله إلا الله في عقارك ومقاولتك؟ ما قيمة لا إله إلا الله في شارعك؟ ما قيمة الله في حياتك حيا وميتا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن يبسل منه؟ أنت قل لك لمن؟ لله عز وجل. فهل يعقل أن تطيع ربك في الصلاة وحينما تخرج إلى الشارع تصبح مراوغا كالثعلب مع الله سبحانه وتعالى؟ لا قيمة لهذا الإيمان، لا قيمة لهذا الإيمان، لأنه من اتبع هدى الله والذي نفسي بيده لن يضل ولن يشقى، ولكن الذي يعرض عن ذكر الله سيعيش هذه الحياة ضنكا، ويوم القيامة لن يلتفت الله إليه بل يحشره أعمى.
وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كذلك اليوم تنسى. الجوائز من جنس الأعمال يا مسلمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه جاء إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. فقال له: قل لا إله إلا الله. ومسكت رسول الله، بل قال: فاستقم. هذه رواية مسلم. وفي رواية أخرى للإمام أحمد في مسنده قال: قل لا إله إلا الله ثم استقم. تستقم على ماذا؟ على أي شيء تستقم يا أخي؟ تستقم على ذاك المنهج. واش كتعرفش كتعني لك لا إله إلا الله؟ فإنك تقر وتجزم وتبايع، وأنت وأنا بايعنا الله على ماذا؟ على الاستقامة على لا إله إلا الله. فهل من لا إله إلا الله أن تكون غدارا؟ فهل من لا إله إلا الله أن تكون خائنا؟ فهل من لا إله إلا الله أن تكون كذابا؟ فهل من لا إله إلا الله أن تكون محتالا؟ فهل من لا إله إلا الله أن تسهم في نشر الفساد في عباد الله وفي أمة الإسلام؟ هل من لا إله إلا الله أن تساند ظهر ظالم ضد عبد مظلوم؟ أي لا إله إلا الله هذه؟ وكأننا لا نقرأ كتاب الله. عودوا يا مسلمين إلى آخر سورة إبراهيم، خاتمة إبراهيم، ماذا قال فيها ربنا؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. أش يعني هذا الكلام؟ اللي كتجي تصلي لي الفجر وملي تخرج تبيع الأراضي وتبيع الديور ديالك تجي تقول لي دار فايدة 40 مليون ولكن غنديرو في العقد 20 مليون 20 مليون كل نهار، مع من كتعامل؟ يا اللي كتبيع التجارة وتحتكر بضاعة وتخبئها حتى يصعد ثمنها. أي لا إله إلا الله؟ عين فجر وعين ظهر وعين عصر وعين حج وعين صيام. هذا هو المقصود يا أمة الإسلام، هذا هو المقصود بقول رسول الله: فاستقم كما قلت. يا أمة الإسلام، إن الاستقامة لم يستثني منها ربنا أحدا، لم يستثني منها ربنا أحدا، ولم يستثني منها مكانا ولا جزئيا. جميع مناحي الحياة هذا الدين يا أمة العقيدة يتصف بماذا؟ من أعظم خصائصه الشمولية، يشمل حياتك كفرد ويشمل حياتك ضمن منطقة المجتمع في جماعة. فإياك ثم إياك ألا تهاب الله وهو يقول لك وإياي فارهبون. إذا قمت بهذا الأعمال وبالسلوكات المنافية لمنهج لا إله إلا الله، ولو صليت ولو صمت لن ينفعك شيء. هذا هو المقصود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يا أمة الإسلام الذي سأل فيه هذا الصحابي الجليل، في الحقيقة سؤال يجب على كل مسلم، كل واحد منا أن يهتم به على الدوام. لأن السائل ماذا طلب؟ طلب لنفسه النجاة يوم القيامة، وطلب لنفسه العيش باطمئنان واستقرار في الدنيا. فكان الجواب من سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أجابه بما يحصل به خير الدنيا وسعادة الآخرة، وبين له بأنه لا يريد أن يسأل عنه أحدا، لا عالما ولا فقيها ولا أميا ولا أي أحد. فجاءه الجواب مركزا، مركز جدا. ما بدا كيف تصلي 7 أيام ولا 10 أيام ولا 20 عام، وإنما في جملة واحدة أجابه، قال له: فاستقم. علاش غتستقم؟ على لا إله إلا الله. باش كتقابل بكل صراحة والابتعاد عن كل نتاج بما فيه الشبهات. من يريد الحياة الطيبة والذي بنفس بيده لا يبتعد عن الشبهات. اتقوا الشبهات
لأنها تدخل الإنسان والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عقباه. الحلال بين والحرام بين. وكم من الناس يسألون يريد أن يسرق منك جوابا فيه تدليس ليقوم بأعمال فيها خبث والعياذ بالله. نعم عدد كثير. أعجبني هذا الأسبوع رجل والله جاء وسأل يريد أن يبيع ممتلكاته، فقال لي العقار نازل ولكنني طلب مني أن أفعل كيت وكيت وكيت تحايل. فقلت له أنت مسلم أم غير مسلم؟ قال مسلم. ستبيع وتشتري وتبيع بشرع الله أم بقانون أمريكي روسي؟ قال بشرع الله. فقلت إذا كان شرع الله فإن الله لا يخدع، فإن الله لا يخدع ويعوضك ربي أفضل. فأقسم بالله لن يفعل هذا الأمر. هذه الشبهات. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات يا تجار يا عباء اللي كتشري العدوى كنت راسي لولادك، ولا تتبع أحوال أبنائك خارج البيت ماذا يفعلون كيف يتصرفون، ولو كانوا كبار على الأقل أن يكون منك حد واصطبار على أخلاقهم وعفتهم وحيائهم، على الأقل أن لا يغشوا لا يغدروا لا يظلموا على العقل، لأن الغدر والغش والخيانة يبسل لا مكان لهم في قاموس الإسلام. ربع مش قاموس الإسلام ما فيش شيء. وإذا كان ليس لهم مكان في قاموس الإسلام فلماذا نقتحم هذا النتن؟ لن تكون وأنا معك أشرف من سيد الخلق وهو محمد بن عبد الله الذي يقول له ربنا استقم كما أمرت في سورة هود. لذلك لما دخل عليه عمر وجده حسينا مهموم فقال له شئت يا رسول الله؟ قال نعم يا عمر. ما شيبك يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها. ما شيبك في هود؟ قال آية فاستقم كما أمرت. هذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حزين كئيب خوفا من عدم الاستقامة. ونحن تجدنا نضحك ليلا نهارا ونتقلب في دنيا ربنا ظهرا عن ظهر ولا نلتفت إلى حقيقة هذا المنهج وهذه الاستقامة لنعيش الحياة الطيبة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لأن القلب هو موطن كل شيء. القلب هو موطن كل شيء وهو أعظم مضغة في الجسد. القلب هو العقل لا يوجد هنا. العقل ماشي هنا. وليك يقول العقل هنا هذا طالت عليه الحياد ديال الفلسفة الإغريقية ديال القرون الوسطى اللي باقي تقراوها لوليداتنا. العقل يوجد في القلب وليس في الدماغ. الدماغ يوجد فيه المخ، الفيل عنده المخ، عزكم الله الحرير والحيوان راه عنده المخ، أما العقل يوجد في القلب. أفلم أولا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولذلك قال لا يستقيم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإياكم وأعراض الناس، إياكم وتتبع عورات الناس، لأن من يتتبع عورات العباد سيفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، ومن يتوكل على الله كفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبرئ قلوب المؤمنين من الشرك بقوة الإقرار. ونشهد أن الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمة العقيدة،
أقول هذه الجملة. إننا نعيش على شعرك. والله يا أحد من السيف. ولا يدري أحدنا أين ستكون خاتمته. أتكون خاتمته على اليمين مع الاستقامة؟ أم تكون خاتمته على اليسار مع المعصية؟ عندما دخلت وجدت الإحباب داخل المقصورة يقولون لا حول ولا قوة، ماذا قال من فلان توفي الآن هم سيذهبون به إلى ربما البلاد ديالو ولا شيء من هذا القبيل، ربما في الجنب إما الرشيدية ولا الفساد. ورجل أعرفه بصحة وعافية وبالأمس كان سالما في تسخر قاد المسائل ديالو أيضا، ماذا موتة تجاهلها؟ ما وقع ولا سيقع لي ويقع لك، فكيف هي حياتك؟ أأنت على الاستقامة أم على المعصية؟ أأنت من الذين يهابون الله كما قال ربي وإياي فارهبون؟ أم ترانا نتصادق مع إبليس وكنتصاحبوا معاه لا احنا ولا وليداتنا، كنتصاحبوا معاه بأفكارنا وكنتصاحبوا معاه بمالنا وكنتصاحبوا معاه في العشرة ديالنا والعياذ بالله. المؤمن يا أخي هو الذي يستقيم على طاعة الله ولا يراوغ مراوغة التحدي. كيراوغش المسلم بحق المسلم يجب أن يبتعد عن حيل التعاليم، وكما قلت آنفا لأن الله لا يخضع. وهذا الكلام قال المؤمن ما ينبغي أن يراوغ كما تراوغ التعاليم، والله لقاله القرطبي في تفسيره وهو يفسر هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هو يفسر هذه الآية فتناول هذا الكلام. وعدم الاستقامة دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان في القلب. لذلك نجد علماء الأمة منذ القدم وكذلك حديثا يهتمون بأهمية ربط الإنسان من باطنه مع كل القيم والأخلاق والسبط الإسلامي الذي يرفع من قيمتنا، لأنه يفسد. ليس هناك قوة تكافئ قوة التدين في ضبط سلوكي وسلوكك مع الأفراد ومع الجماعات. وحيثما كنت في التجارة فاتق الله واستقم، تربية أبنائك اتق الله واستقم، حتى في كلامك اتق الله واستقم، في تطلعاتك المستقبلية اتق الله واستقم. إياك، إياك والغضب، إياك والخيانة، إياك وشهادة الزور والكذب، إياك وأكل أموال الناس بالإثم والباطل، إياك وضياع حقوق، لأن الله سبحانه وتعالى مثلما ضيعت سيضيعك، ومثلما غدرت سينتقم منك، ومثلما كذبت لن يسبقك. البخاري له كتاب جميل في شرح صحيح البخاري، كتاب الرقائق، وكذلك الإمام مسلم أيضا عنده كتاب الرقائق. وحينما نعود إلى كتب السنة نجدهم يركزون على الزهد، وكذلك علماء الأمة كالحارث المحاسبي وغيرهم من الذين كتبوا كتبا والله ليركزون فيها على هذه الأخلاق وعلى رفع سومة الحياة والعفة. والعفة يا حبيبي هي أن تسمو بنفسك عن كل حرام، هذه العفة، أن تسمو بنفسك عن كل حرام في مأكلك ومشربك وملبسك وسلوكك وكذلك ممارستك. والله تيابني هي مقدارك، إذا ما كانش فيها المال الحلال فهي ثياب من جهنم على ظهرك، والله الدار اللي كتسكن فيها إذا كانت بالغش والتدليس والاغتصاب والله صلاتك لا تجوز فيها. فاتقوا الله، اللهم اهدنا في بلادنا وعافينا في من عافانا.
ولا كمل إلا فرجاه، ولا عسر إلا يسرته بجودك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم نسألك رحمتك بنا فوق أرضك، ورحمتك بنا فتحت أرضك، ورحمتك بنا يوم العرض عليك. اللهم يا ربي ارحم هذا البلد، اللهم اسقنا الغيث بيتا نافعا غير ضار، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. يا رب سقيا رحمة لا سقيا عذاب، سقيا تجب بها ضرعنا وتنبت بها زرعنا وتملك بها آبارنا وأنهارنا، إن ذلك ليس عليك بعزيز وأنت وليه والقادر عليه. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا رب من له مريض فاشفيه له وعافيه له، ومن له ميت اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اجعل قبور موتانا رياض من رياض الجنة، زد في إحسانهم إن كانوا محسنين، وتجاوز عنهم إن كانوا مسيئين. اللهم أمننا في بلدنا هذا المغرب، وارزقنا فيه الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم يا رب من ينقر بنا في المغرب فلا تربع له في أرضنا راية، ولا تحقق له في شبر من ترابنا غاية. أمير المؤمنين اللهم وفقه لما تحب وترضى، كن له وليا ونصيرا، معينا وظاهرا. اللهم يا رب شفيه وعافيه، اللهم احفظه في حله وترحاله، اللهم اجر الخير على يديه، واحفظه اللهم في ولي عهده الامير المولى الحسن وسائر اسرته، وتغمض اللهم برحمتك الواسعه فقيدي العروبه والاسلام. اللهم اسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا اولئك رفيقا. اللهم جاز المحسنين، اللهم جاز المنفقين، اللهم انهم تفكروا ايتام هذا البلد فاشتروا أدواتهم ولباسهم وأحذيتهم ومحافظهم. اللهم عوضهم ما ينفقون في الدنيا بالبلوغ وفي الآخرة بالحسنات، هذا لا يعجزك أنت ولي ذلك والقادر عليه. ومن أحبابنا من ينفق على مساجدك، اللهم عوضهم ما أنفقوا كل خير. ونحب نقول الله يجزيكم بخير، احنا بغينا نوسعوا لك الأماكن ديال المراحل، عندنا الرخصة من الأوقاف المراحل لأنهم كبار ودار لوطو كبيرة، راه يصلوا فيها واحد 300 حتى 400 إلا تحيدت. باغي نخرجوا دار لوطو برا، بغينا مهندس من الجامعة، جامعة سيدي علي البحراوي ووقف معاه، وكذلك الناس ديال الشعب يوقفوا معنا ويخرجوا هذا دار لوطو برا، وحبابنا اللي كيصلوا في الشمس وجاية الشتاء يدخلوا لهذ الأماكن هذه. والحمد لله الإصلاح قاعد، حتى الصومعة اللي كانت عامرة أتربة لأن ما كان عندها نوافذ ما عندها زاد، الآن تصلح. فنسأل الله أن يتقبل العمل وأن يجعله في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر.